آله وصحبه ومن والاه ومن أخواتي أهلا وسهلا بكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى الله سبحانه وتعالى تكون بخير وعلى خير. لكم جميعا كالعادة في حلقة جديدة، أهلا وسهلا بكم جميعا إخواني الكرام. صلوا على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله. كنعرض عليكم هذه المزرعة اللي فيها 2000 متر محفظة، يعني 2000 متر التيتر ديالها فونسي، يعني التيتر ديالها بوحدة. كتواجد 34 كيلومتر من المدينة الجديدة اتجاه بير جديد. بلاصة اللي كتواجد فيها هي بين ثلاث ولاد حمدان وبير بوش، بعيدة من الطريق الوطنية بواحد 30 متر. فيها سكن، فيها بير العمق ديالو 80 متر وحفر هو 120 متر، يعني الماء الكافي. فيها سيستم ديال السقي او ديال البير عن بعد، يعني بطريقه اوتوماتيكيه، يعني اسيستانس ديالو يعني عن بعد، يعني يمكنك تسقي من البورطاب ديالك. فيها اشجار، فيها سكن، موقع جات ممتازه، واحد الموقع اللي هو ممتاز كما كتلاحظوا اخواني الكرام. كما قلنا كتبعد المدينه الجديده 34 كيلومتر اتجاه بير جديد. المنطقه بين ثلاث الحمدان وبير ببوش، الناس ديال المنطقه راه عارفين هاد الناس هاد البلاصه هادي. وبعيده من حد ولاد فرج 10 كيلومتر، يعني 10 كيلومتر من حد ولاد فرج. الثمن اللي كيطلبوا لها اخواني الكرام هو 90 مليون سنتيم. طبعا دائما قابله للتفاوض مع صاحب العقار، انا لا اناقش ما لا املك اخواني الكرام. نتمنى الله التيسير للجميع اخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.